بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أصحاب المعالي والسعادة، يسعدني وتونس تترأس القمة العربية الثلاثين أن أجدد باسم المجموعة العربية الإعرابية عن فائق الامتنان والتقدير لحضرة خادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية الشقيقة على ما حظينا به من كرم ضيافة وحسن وفادة منذ حلولنا بهذه الأرض المباركة، مكة المكرمة، مهبط الوحي وقبلة المسلمين، وأن أتقدم إلى حضرته بخالص الشكر على مبادرته بالدعوة لتنظيم هذه القمة وعلى ما خرطت لها المملكة من ظروف للنجاح. ونحن على ثقة أن المملكة ستسهم برئاستها لهذه الدورة في إعطاء دفع جديد للعمل الإسلامي المشترك ومزيد توثيق عرى التضامن بين بلداننا وشعوبنا. إن تسوية القضايا المدرجة على جدول أعمال قمتنا هذه، خاصة المتعلقة بالأوضاع السائدة في منطقتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة، إلى جانب الأزمات القائمة بين ليبيا وسوريا واليمن، تمثل مدخلا رئيسيا لإعادة الأمن والاستقرار إلى عموم المنطقة، وكذلك لتوطيد مقومات السلم والأمن الدوليين، فضلا عن إسهامها في خدمة بقايا قضايانا وقضايا العالم الإسلامي. ومن هذا المنطلق فإننا نستدعي منا جميعا دولا وشعوبا عربية وإسلامية مزيد تضافر جهودنا وأحكام التنسيق بيننا، سواء على مستوى منطقة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أو في تفاعلنا مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى لدفع مسارات تسوية هذه القضايا وتخليص بلداننا من تداعياتها الخطيرة على مختلف المستويات، ولا سيما تأثيراتها المباشرة على تغذية تيارات الإرهاب والتطرف وتعطيل التنمية واستنزاف طاقات بلداننا ومقدراتها. وقد حرصنا أثناء أشغال القمة العربية الثلاثين المنعقدة بتونس ومن خلال إعلان تونس الصادر عنها على تأكيد هذا التوجه وتهيئة الأرضية لمرحلة جديدة من العمل المشترك بيننا، إيمانا منا بوحدة المصير وأهمية التعاون والتضامن في عالم باتت التكتلات القومية المتماسكة سمته الأبرز. وعلى هذا الأساس، واعتبارا لأهمية البعد الإسلامي في مقومات هويتنا وسياستنا الخارجية، فإنه من الطبيعي أن تحرص الدول العربية على المشاركة الفاعلة في اجتماعات منظمتنا والانخراط في مختلف برامج أعمالها وفي كل الجهود والمبادرات الرامية إلى خدمة القضايا العربية والإسلامية وتعزيز مقاومة الأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم. كما أن تونس المعتزة بانتمائها العربي والإسلامي تعمل جاهدة على مواصلة الإسهام في توثيق علاقات التعاون والتنسيق بين بلداننا، بما يساعد على إعطاء زخم أكبر لمواقفنا وتحركاتنا على الصعيد الدولي، وبما يخدم قضايانا المشتركة ويدعم جهودنا في مكافحة الإرهاب ومساهمة تعزيز علاقات التعاون والتكامل بيننا. حضرة خادم الحرمين الشريفين أصحاب الجلالة والفخامة
والصمود والسمو، إننا مدعوون إلى مواصلة العمل في كلف التضامن وبنفس العزم من أجل بناء موقف عربي إسلامي متميز ومتماسك قادر على مواجهة التحديات وتخليص المنطقة من أسباب ومظاهر التوتر والانقسام والنزاعات الطائفية والمذهبية وتعزيز أمننا واستقرارنا. نتمنى النجاح لقمتنا هذه، وندعو الله أن يسدد خطانا ويوفق جهودنا لما فيه خير ومصلحة بلادنا وبلداننا وشعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.